ومن ذكرى السد العالي وبنائه لذكرى ميلاد زعيم الخالد جمال عبد الناصر، أحد رؤساء مصر اللي سخر حياته لتحقيق العدالة الاجتماعية بين أبناء الشعب المصري. 104 سنة مروا على ميلاد الزعيم جمال عبد الناصر، شهدت محطات متعددة في حياته كلها لخدمة هذا الوطن. في مثل هذا اليوم ولد زعيم الأمة، قائد حركات التحرر وباعث الروح في القومية العربية، الزعيم الخالد جمال عبد الناصر. ولد جمال عبد الناصر في 15 يناير 1918 في شارع قنوات في حي بكوس الشعبي بالإسكندرية. كان جمال عبد الناصر الابن الأكبر لعبد الناصر حسين الذي ولد في عام 1888 في قرية بني مر في صعيد مصر في أسرة من الفلاحين، لكنه حصل على قدر من التعليم سمح له بأن يلتحق بوظيفة في مصلحة البريد بالإسكندرية، وكان مرتبه يكفي بصعوبة لسداد ضرورات الحياة. تنقل مع أسرته بين عدد من محافظات مصر بحكم عمل والده، وبدأ نشاطه السياسي في سن مبكرة مشاركاً في مظاهرات طلابية مناهضة للاستعمار البريطاني، وأصيب في إحداها في رأسه ما ترك ندبة على جبهته. تسبب نشاطه الطلابي في حرمانه من الالتحاق بالكلية الحربية في بدء الأمر، فدرس بكلية الحقوق لبضعة أشهر ثم عاود المحاولة مرة أخرى وقبل في الكلية الحربية وتخرج فيها عام 1938 بعد مرور 17 شهراً فقط نتيجة استعجال تخريج دفعات الضباط في ذلك الوقت. التحق جمال عبد الناصر فور تخرجه بسلاح المشاة وخدم في مواقع مختلفة ما بين صعيد مصر والعلمين والسودان، وتعرف خلال هذه الفترة على زملائه الذين أسس معهم تنظيم الضباط الأحرار فيما بعد، كما عين مدرساً بالكلية الحربية. شارك عبد الناصر في حرب فلسطين عام 1948 متطوعاً في البداية ثم ضمن صفوف الجيش المصري. رسخت لديه حرب فلسطين الشعور القوي بأهمية التحرك للتخلص من الفساد الذي ساد تلك المرحلة، ليؤسس مع ضباط الجيش حركة الضباط الأحرار التي أنهت حكم أسرة محمد علي، وإثر استفتاء أجري في يونيو عام 1956 تولى عبد الناصر الرئاسة. تأثر ناصر بشدة برواية عودة الروح للكاتب المصري توفيق الحكيم التي قال فيها الحكيم إن الشعب المصري كان فقط بحاجة إلى الإنسان الذي يمثل جميع مشاعرهم ورغباتهم والذي سيكون بالنسبة لهم رمزاً لهدفهم. شهدت فترة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر العديد من الإنجازات كانت بداية لنهضة مصر، فمن تأميم قناة السويس إلى قانون الإصلاح الزراعي وتوزيع الأراضي للفلاحين ثم إنشاء المصانع وبناء السد العالي، فهناك العديد من الإنجازات التي حققها الرئيس الراحل ويشهد عليها التاريخ. كذلك لعب عبد الناصر دوراً محورياً في تأسيس حركة عدم الانحياز التي انعقد مؤتمرها الأول في بلغراد عام 1961، وكان هدفها الرئيسي الابتعاد عن سياسات الحرب الباردة والاستقطاب السائد وقتها بين المعسكرين الغربي والشرقي. كان ناصر مؤمناً بالقومية العربية وظل يحارب من أجلها حتى لحظاته الأخيرة، وكانت المحطة الأخيرة في حياة عبد الناصر مؤتمر القمة العربية عام 1970، ليرحل بعد يومها الأخير بنوبة قلبية مشيعاً بدموع الملايين.